استكمالا للوثائق المسربة، أخبار الآن تنشر بيانات جديدة عن مقاتلين بلجيكيين في داعش. حصار حي الوعر يهدد بكارثة إنسانية، ونشطاء يطلقون حملة لإنقاذ المدينة. بعد اختراع لقاح جديد لمرض الملاريا، باحثون يتوصلون إلى طريقة جديدة للكشف عن الإصابة. مساء الخير، أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامجكم استديو الآن، حلقة جديدة أقدمها لكم مباشرة من استديوهاتنا في دبي. والبداية مع موجز لأهم وآخر الأنباء من اليمن، حيث كشفت مصادر طبية في حضرموت أن حصيلة ضحايا تفجير معسكر النجدة في المكلا ازدادت إلى 31 قتيلا و62 جريحا في هجوم تبناه داعش. وفي سياق متصل، تعرض مدير أمن المكلا العميد مبارك العبثاني لمحاولة اغتيال إثر انفجار عبوة ناسفة وضعها مجهولون أمام بوابة مكتبه في المدينة، أسفرت عن قتل ثلاثة من حراسه. سياسيا، ذكرت مصادر مقربة من المفاوضات اليمنية الجارية في الكويت أن المشاورات تخللتها أكثر من جلسة مع الوفد الرباعي من كل طرف. وقال المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن التقدم مستمر ولو كان بطيئا نسبيا، داعيا الأطراف إلى تسريع الوتيرة، مشيرا إلى أن القضايا المطروحة شائكة ومعقدة. في العراق، أعلنت قيادة عمليات بغداد إحباط محاولة إرهابية للسيطرة على معمل غاز التاجي شمال بغداد. وأكدت مصادر في الشرطة العراقية أن 11 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 25 أغلبهم من أفراد الأمن خلال الهجوم الذي نفذه مسلحون فجروا عجلة مفخخة عند بوابة المعمل، ما أدى إلى نشوب حريق في ثلاثة خزانات. قال مسؤول بريطاني إنه من المحتمل أن يزيد متطرفو بوكو حرام من تعاونهم مع داعش إذا عزز التنظيم تواجده في ليبيا، ولا يعرف شيء عن حجم هذا التعاون، لكن المسؤولين الغربيين يشعرون بقلق من احتمال أن يؤدي تزايد تواجد أفراد داعش في ليبيا والعلاقات مع بوكو حرام إلى توغل صوب الجنوب في منطقة الساحل وإنشاء نقطة انطلاق لشن هجمات أوسع. ألغيت مباراة كان من المقرر أن تجمع فريقي مانشستر يونايتد مع ضيفه بورنموث ضمن المرحلة 38 الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم بسبب اكتشاف طرد مشبوه في المدرجات. وعلى الفور أخلت الشرطة مدرجات الملعب من الجماهير قبل دقائق من انطلاق المباراة. أقرت إيران إرسال 100 ضابط بصفة مستشار من الحرس الثوري إلى سوريا والعراق لدعم نظام الأسد وحلفائه في بغداد. وبحسب قائد كلية عسكرية تابعة للحرس الثوري، فإن طهران أرسلت أعدادا مشابهة من هؤلاء المستشارين في مهمة تستمر لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر في كلا البلدين خلال العام الماضي. أعلنت الولايات المتحدة والأردن الأحد انطلاق تمرين الأسد المتأهب 2016 بمشاركة حوالي 6000 جندي من البلدين. وقال مدير التدريب المشترك في الجيش الأردني إن هذا العام أعيد إلى الخطة الأساسية بأن يكون ثنائيا. وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى الرياض في زيارة رسمية التقى خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، كما التقى كيري بولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف الذي بحث معه قضايا ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها، خاصة فيما يخص ملفي اليمن وسوريا. توصل باحثون أمريكيون في أحد أنهار ولاية فلوريدا إلى أدلة على الوجود البشري المبكر بالأمريكيتين، تشمل الأدلة التي تم العثور عليها أدوات حجرية يرجح أنها استخدمت في ذبح حيوان ماستودون الشبيه بالفيل. وأوضح العلماء أن الأدوات وعظام الحيوانات وأنياب الماستودون التي عثر عليها في الموقع أظهرت أن البشر سكنوا جنوب شرقي أمريكا منذ 1455 عاما، وهو موعد أقدم بحوالي 1500 عام مما كان يعتقد من قبل.
تفجير ثان يتبناه داعش خلال أيام يضرب مدينة المكلا اليمنية، ما هي تفاصيل هذا الهجوم؟ خاصة أنه يأتي بعد أيام فقط من تحرير المدينة من القاعدة. كل هذه النقاط بتفاصيلها بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. بدأت أخبار الآن على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر وإنستغرام، نشر وثائق مسربة تحتوي على بيانات خاصة بالمقاتلين البلجيكيين المنضمين إلى صفوف داعش الإرهابي. تظهر الوثائق التي حصلت عليها مراسلتنا جنان موسى بيانات للمقاتلين الذين دخلوا سوريا خلال السنوات السابقة. الوثيقة الأولى تخص سامي زروق، كنيته أبو حذيفة التونسي، هو عنصر بارز في الشبكة الإرهابية التي نفذت هجمات بروكسل وباريس وأصدرت بحقه بلجيكا مذكرة توقيف دولية عام 2015. وبحسب الوثيقة فقد دخل إلى سوريا في 22 من تموز يوليو 2013 عبر معبر ريحانية في إدلب. وننوه إلى أنه تم الاتصال بالرقم الموجود في الوثيقة والذي يعود إلى والده المقيم في تونس، لكنه رفض التحدث للإعلام. الوثيقة الثانية تعود لآدم عمرو، كنيته أبو عبيدة تونسي، غادر تونس عام 2011 متجها إلى إيطاليا عبر زورق. وبحسب والده الذي أعطى كل المعلومات فإنه عثر على عمل في ربيع العام ذاته، ثم سافر من إيطاليا إلى بلجيكا وهناك انضم إلى مجموعة إرهابية ونقل إقامته إلى تلك البلاد. درس لمدة عام في بلجيكا ثم ذهب إلى سوريا عام 2014 للانضمام إلى داعش ودخلها عبر معبر تل أبيض وقاتل مع أفراد التنظيم قرب مدينة عين العرب كوباني. ثالث تلك الوثائق تكشف معلومات عن مهدي كشتان، كنيته أبو عبيدة المغربي، عاش في منطقة مولنبيك في العاصمة البلجيكية بروكسل والتي شهدت مسبقا هجوما إرهابيا، ثم تنقل إلى بلدان عدة من دول الاتحاد الأوروبي منها إسبانيا وفرنسا وهولندا، ثم دخل إلى سوريا في 19 من أبريل نيسان عام 2014 عبر معبر تل أبيض الحدودي. أما الوثيقة الرابعة فتحدثت عن بلال المرشوجي وهو من مدينة أنترويب البلجيكية، وصل إلى سوريا نهاية 2013، هو من شق عن جبهة النصرة، والده المقيم في بلجيكا قال لنا عبر الهاتف إنه حزين لانضمام ابنه إلى داعش، لكنه أكد أن ابنه ليس من المعتدين على بروكسل العاصمة التي شهدت هجمات للتنظيم، وقال إنه من المستحيل أن يقوم ابنه بذلك. وثيقة أخرى تعود لرضوان محمد حجاوي وهو مواطن بلجيكي من أصول مغربية عاش في مدينة فيرفي في بلجيكا، إلى جانب وثيقة أخرى تعود لبن حدو فؤاد هو مواطن بلجيكي من مدينة فيرفي أيضا متزوج وله ولدان. وثيقة أخرى لسعيد أسامة وهو مواطن من أصول تونسية ويحمل جواز سفر بلجيكي ولا معلومات عن مكان إقامته الحالي. طبعا هذه الوثائق كما نوهنا عثرت عليها وتحدثت عنها وقامت بالاتصالات كاملة الزميلة جنان موسى لمعرفة المزيد من التفاصيل حول كواليس هذه الوثائق. معي هنا في الاستوديو جنان موسى. جنان مساء الخير. مساء النور. منذ فترة نستعرض هذه الوثائق، أول شيء تفاصيل إضافية لو سمحتي فيما يتعلق بالوثائق هذه التي تتحدث عن مواطنين بلجيكيين وفي غير الكثير، لماذا تم اختيار بداية هؤلاء من بلجيكا؟ نعم، ما يصون في أكثر من 20,000 وثيقة، فبالتالي رح نستعرض هيدي السنة، يعني كل ما يصير في حدث إخباري رح نستعرض الملفات المتعلقة بهالحدث. قررنا ننشر أول شيء المقاتلين البلجيكيين لأنه آخر هجوم إرهابي حصل بأوروبا طبعا هو اللي حصل ببلجيكا وقبل بباريس، وهيدول الأشخاص ال 16 ملف من أصل أكثر من 20,000 ملف هن يلي قررنا ننشرهم بسبب هيدا الشيء. المقاتلين الأهم شيء أو أهم ملفات بحب ركز عليهم إذا سمحتي، حتى كمان المشاهد يلي شايف كل هالاسماء قدامه يمكن بضيع شوي. بالضبط، يعني ابرز شخصين اذا بتحب هن. اول شخص ذكرتيه بالمقدمه سامي زروق. سامي زروق كثير مهم لانه هو عضو من الشبكه الارهابيه اللي اسمها شبكه الزرقاني، وهو مطلوب للسلطات البلجيكيه، دخل سوريا بال2015
2013 ل 2015 صار في مذكرة توقيف دولية بحقه، وقالت السلطات على أنه هو عنصر مشتبه فيه بتنفيذ الهجمات الإرهابية الأخيرة يلي صارت ببلجيكا وكمان له علاقة بفرنسا. زروق بعده عايش لحد اليوم، اتصلنا بأهله، بيو موجود بتونس، رفض أنه يحكي أو يدلي بأي معلومات، ولكن طبعا كان غريب أنه بعده عم بيستخدم نفس رقم التليفون اللي موجود على الملف اللي هو موجود مع بيو، اللي موجود مع الوالد. نعم. الشخص الثاني اللي كتير مهم محمد بوطاش، كمان هو عضو من نفس الشبكة. هذا الشخص هو الوحيد الملفت فيه أنه من أصل 16 مقاتل بلجيكي الوحيد اللي سجل حاله استشهاد بهالملفات، لأنه بتعرفي في سؤال من الأسئلة بالملفات أنه أنت إذا فايت على أراضي داعش أو أراضي الدولة الإسلامية شو بدك تكون، شو الوظيفة اللي بدك تعملها، والخيارات تكون مقاتل أو انغماسي أو استشهادي، وهو الوحيد الذي قرر أو سجل من بين 16 شخص اللي نشرنا اسمهم على أنه بده يفجر نفسه. اللي بحب أقوله أنه نحن اللي عنا يوم 16 شخص بس ما بيعني أنه بس في 16 مقاتل من بلجيكا، طبعا الأعداد أكبر من هيك بكثير، ولكن هدول هن الملفات اللي موجودة معنا لحد اليوم. طب الشبكة الزرقاني اللي بينتمي إليها زروق، نعم اثنيناتهم، والثاني نعم. محمد بوطاش، شو عرفتي أكثر عن هيدي الشبكة؟ هلا هي شبكة مشهورة ببلجيكا، وكل شخص بحب يعرف يعني ممكن يقرأ أكثر عنها. فيك تعتبريها هي أخطر شبكة جهادية موجودة بأوروبا وببلجيكا تحديدا. الشبكة زرقاني نسبة للشخص يلي مؤسسها، وهو يلي عم بجند كل هيدول الشباب. أول ما بدأت كيف تقولي مثل مافيا صغيرة أو شلة، يعني كان مثلا يستقطب حدا بيسرق، حرامي بالبلد، شاب لنقول منه ناجح بالمدرسة، شاب يعني عرفتي بيكون شباب ضايع عايش بأوروبا ضايعين شوي، بيستقطبهم بس كانوا يعملوا أعمال إجرامية صغيرة. طبعا الخطر فيهم للشبكة صاروا وقتها صاروا يمارسوا أعمال إرهابية، صاروا يبعثوا عناصر أو عناصر كانوا بالشبكة يروحوا على سوريا ينضموا لداعش، وكمان ينصروا يبعثوا مصاري كرمال تمويل داعش داخل سوريا والعراق. أه. طيب جنان، بالاتصالات اللي قمت فيها، يعني احنا تحدثنا وذكرنا يعني بواحد من الاتصالات رفض الحديث، نعم. في رفض تحدث للإعلام، الوالد وكان مقيم بتونس، نعم. وغيرهم تحدثنا عن كثيرين. شو كواليس الاتصالات اللي قمت فيها فيما يتعلق بهذه الوثائق، هذه الأسماء؟ شوف الانطباع العام إذا كان عن الأهل عم نحكي، أول شيء الأرقام اللي موجودة على الملفات في منا بيشتغل وفي منا طبعا بتتصلي خارج الخدمة حاليا، لكن الأهالي اللي بنقدر نحكي عنها طبعا أول شغلة مهمة أنه نحكي مع الأهالي حتى نأكد المعلومات اللي موجودة على الملف. يعني وقت أنا بحكي مع بي حدا بيقلي أنه مزبوط هيدا اسم الأول تبع شخص معين، بيقلي أنه صح الأم اسمها كذا، بيقلي مزبوط ابني فل بالتاريخ الفلاني، بيعطي تفاصيله وبأكد رقم التليفون، يعني هيدا بزيد على المعلومات على صحة الملف إذا صح التعبير. الأهالي طبعا بشكل عام اللي موجودين بأوروبا بدنا ناخد بعين الاعتبار أنه أكيد الخطوط مراقبة، فالحكي اللي عم بيقولوه طبعا كتير بينتقيوه بعناية كبيرة، ولكن في صدمة، في حزن، في أشخاص يعني لحد اليوم في عائلة أو في شخص قال لي أنه أنا ابني قاعد بالرقة بس هو مدني منه مقاتل، مع أنه الملف بيقول تفاصيل أنه هو شو عم بيعمل بسوريا. ففي عائلات طبعا رافضة أنه تصدق فكرة أنه أولادهم ممكن يكونوا منخرطين بمنظمة إرهابية أو عم بيقوموا بأي عمل إرهابي. في عيال تانية بترفض أنه تتحدث بس تسمع اسم الشخص أو اسم ابنها دغري بيسكروا الخط. كمان اللي بحب أقوله أكثر عن الملفات أو عن داعش بالتحديد هو حتى نقدر نفهم أكثر عن هذا التنظيم، لأنه كتير ناس أوقات بيبعتوا أنه مين هيدا داعش، فجأة طلعت هيدا مؤامرة، هيدا يعني ما كتير بيصدقوا أنه هيك منظمة ممكن تكون هالقد قوية. الملفات بتعطينا فكرة أكثر كمان عن داعش كتنظيم، يعني لازم نفهمه هذا التنظيم مثل أي شركة تانية، مثل أولى تلفزيون، في عندك قسم موظفين، في عندك قسم محاسبة، في عندك مدراء، في عندك أقسام. داعش نفس الشيء، بدك تحسبيها كأنها مؤسسة، عندهم شؤون موظفين عم بجندوا عم بيوصفوا ناس، عندهم شؤون محاسبة عم تدفع السالاريز أو المعاشات تبع المقاتلين، عندهم مجالس، عندهم وزارات كل واحد مختصة بشيء. فبالتالي وقت منفهم هيدي التركيبة تبع داعش ومنعرف قديه هن منظمين، منقدر أكتر نفهم ومنعرف ليش الشباب مين عم بجند بأوروبا وببلدان تانية، وليش هاي الشباب عم تنضم لهم، بتخيل أكتر يعني منقدر نوصل لعمق هيدي المشكلة. طبعاً.
أنا أشكرك على كل هذه المعلومات جنان موسى، ورح يكون لنا طبعا مقابلات ثانية 20,000 ملف وعلى تويتر على حسابك على تويتر وعلى جنان موسى الآن. وعلى انستغرام الآن، وعلى حسابك دايما عم تحطي تفاصيل الوثائق ونبذة عن الوثائق. شكرا جنان موسى. شكرا. استيقظت مدينة المكلا اليمنية صباح اليوم على وقع انفجار ضرب معسكرا تابعا للجيش اليمني، ما أسفر عن قتل 31 مجندا وإصابة 60 آخرين بجروح بالغة. وقالت مصادر يمنية إن انتحاريا ينتمي إلى تنظيم داعش فجر نفسه بحزام ناسف، وهو الهجوم الثاني في غضون 4 أيام الذي يستهدف قوات الأمن في المنطقة ويتبناه داعش. تفجير اليوم ليس بعيد الوقت عن تحرير المدينة من تنظيم القاعدة على يد التحالف العربي والجيش اليمني. كاميرا أخبار الآن كانت قد التقت مواطنين يمنيين في المدينة وعبروا حينها عن رفضهم للقاعدة والإرهاب، وبيّنوا أن القاعدة لم تأتي على المكلا إلا بالدمار. القاعدة ما عملت أي حاجة في البلاد، يعني ولا لها قبول، يعني دوليا محاربة دوليا ولا لها قبول، لا عملت شيء في المحافظة يعني، ومحاربة دوليا ولا لها ماشية مرغوب غير مرغوبة بها في المحافظة نهائيا. الا كانت النتيجه الاسباب يعني كانت حصلت الاسباب يعني اللي كانت تواجد القاعده في المحافظه، ولا لهم الناس ما لهم اي رغبه يعني بالقاعده في المحافظه. لا سووا اي حاجه، ما سووا ايش من اصلاحات سواها يعني، نهبوا البلاد وخربوا البلاد وخرجوا، كلها كانت ضغوطات والناس يعني كانوا ما يقدروا يعملوا اي حاجه، ماشي بيدة المواطن حتى يعمل اي حاجه يعني لهم. تم استولوا على المحافظه واستولوا على الممتلكات العامه وكلها والخاصه يعني. يعني اعطونا احنا احسن من هذين، لان هذا مش موجودين المره. سبون اغتيالات، سبون عن نشطه عن مهيضة، ولما ياتي قوات الحين شرعيه الحمد لله، وابناء حضرموت اللي دخلوا على ابناء حضرموت ليش الحظن يعني ليش الحظن الان يوم دخل الحمد لله امن البلاد، ولحد الان ما شفنا اي حاجه يعني مخالفه الامن يعني، الان نحن في استقرار وامان يعني، ونعمنا بخير وشفنا اولادنا واخواننا، اخواننا نعيش نحن وياهم، ويعني بدات البلاد تامن يعني بعد دخول هذا بعد دخول ابناء حضرموت. الآن دخلوا النخبة ونحن نعتبرهم أولادنا وأهلنا وذي. طبعاً الشعب الحضرمي شعب مثقف وشعب متدين، يرفض العنف، يرفض عدم إيواء أي واحد شاهد عن المجتمع، إضافة لأنه مجتمع متدين لا يعيبه أنه الاعتداء على أي واحد أو الفوضى أو عملية الاستعلاء، هذا مرفوض في مجتمعنا، لكن هذه الامور اصلا منبوذه في حضرموت، لا يمكن تعيش في مجتمع متحضر مثل حضرموت بالقوه وبالقتل يعني فرض الهيمنه بهذه الطريقه. والله القاعده فشلت في المكلا، صرت ما حد يرتاح لها يعني في المكلا. بلاد موقفه، حكومه، لا مدارس لا مطارات ولا شيء. كل شيء موقف. لا بنوك ولا منك ولا من اليك. موقفين كل شيء. هم السبب بنفسهم والان خير ان شاء الله الحمد لله على كل شيء دخلوا الان شوف الامن والامان ما شاء الله العسكر والنقاط عسكر وكل شيء عسكر. باقونا معكم مشاهدينا لنتابع بعد الفاصل. في اليوم العالمي للاسره الازمه السوريه تفرق الاسر السوريه. أحييكم من جديد. تلوح كارثة إنسانية في وسط سوريا بعد مرور أكثر من شهرين على الحصار الذي يفرضه نظام الأسد والميليشيات الموالية له على حي الوعر في مدينة حمص، مع غياب الدولي الذي يشاهد استمرار النظام في سياسة الجوع أو الركوع التي يعتمدها منذ عدة سنوات في إطار إنسانية وأدت إلى قتل المدنيين جوعا ومرضا. خلى شهره الثالث بعد تعليق تنفيذ اتفاق الهدنة الذي وقعته المعارضة. ينضم إلي عبر الهاتف من حمص الناشط الإعلامي. إذن نتحدث عن الوعر تموت جوعا، كان هذا هاشتاج وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، هل ممكن أن نعرف منك تفاصيل من الداخل ما الذي يحدث في حي الوعر؟ تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. حصار مستمر من قبل قوات النظام يطوق 100,000 نسمة من ضمنهم من المدنيين، من ضمنهم يوجد لا يقل عن 15,000 طفل هم بأمس الحاجة للحليب،
النظام خلال الفترة الأخيرة يمنع إدخال أي شيء من أنواع الأطعمة والأغذية. الخبز قد أصبح حلماً بالنسبة لهؤلاء المدنيين، بالإضافة إلى عدم وجود الأدوية والمعدات الطبية. وأيضاً ليس فقط أمر الحصار المفروض على المنطقة، كذلك الأمر قوات النظام في بعض الأحيان تقوم باستهداف الطرق الرئيسية والفرعية برصاص القناصات، وأيضاً في أوقات أخرى تم استهداف منازل مدنيين بقذائف المدفعية. هذا ما يؤدي إلى سقوط إصابات وشهداء في صفوف المدنيين. نحن نتحدث عن منطقة محاصرة، والنظام يمنع تنقل المدنيين من وإلى المنطقة، يمنع خروج المصابين من دائرة الحصار. وللأسف الاتفاق كان مبرم ما بين الثوار مع قوات النظام، كانت رعاه الامم المتحده مدنيه وطبيه وادخال اطعمه واغذيه، ولكن نعم. للاسف كما عهدنا النظام هو الذي يقوم بنقض اي اتفاق يتم ابرامه ما بين النظام. حوالي 100,000 مدني بالحي الذي طبعا عانى هذا الحصار، نتحدث طبعا عن 3 أشهر الى الان، هذا هو العدد الدقيق من هناك ببرس؟ طبعا هذا العدد دقيق، نتحدث كذلك الأمر عن وجود الآلاف كما ذكرت لك، 15,000 طفل، نتحدث عن وجود لا يقل عن نحو 13,000 مصاب. هؤلاء معظم المصابين بحاجة للعلاج داخل مشافي نظامية خارج هذا الحصار. نتحدث 100,000 نسمة محاصرة. النظام سابقا كان يحاصر منطقة منذ 4 سنوات، خلال الاتفاق بقي الطريق مفتوحة لمدة لا يتقل عن شهر ونصف، ومن ثم نتحدث نحن عن 3 أشهر، والنظام يمنع إدخال أي شيء من أنواع الأطعمة والأغذية، الخبز، الحليب، الخضروات، الأجبان والألبان، كل هذا مفقود في المنطقة. طب كيف يعيشون بعينيها بيبرس؟ الناس تعتمد على طحن ما تبقى من بين أيديها من بقوليات. لدينا الأرز، لدينا أيضا حبوب الفاصوليا يتم طحنهم، ومن ثم يتم عجنهم ليصنع من خلالهم الخبز. غير هذا لا يوجد أي نوع من الأطعمة في المنطقة، والبقوليات هي تنتهي في نهايتها، ونحن لحد الآن لا يوجد أي شيء من الأطعمة والأغذية، الخضروات، الموز، الحليب، التفاح، كل هذا مفقود. في حديث حتى عن الأطفال يشترون هذا الأمر كثيرا. هذه السياسة، لسياسة النظام اللي تحدثنا عنها واللي أدت لحدوث كوارث إنسانية، وهناك كارثة إنسانية يعني أكبر أيضا، يعني أن تتفاقم هي من ما نعلن تخوف منها وفق ما يأتي من الأرض، ونتحدث بأن هذه الكارثة أدت لقتل المدنيين جوعا ومرضا. هل لديك أرقام أو حالات تحدثنا عنها ممن يعني هذه الحالات التي ماتت، هل من أرقام بسبب الجوع؟ بداية الوفاة بسبب سوء التغذية وعدم وجود أطعمة وأغذية وأدوية. منذ قبل يوم أمس استشهدت طفلة لا يتجاوز عمرها 10 سنوات نتيجة فقدان الغذاء، ونحن أمام ظاهرة جديدة ضمن المنطقة نتيجة سوء التغذية، ترقق العظام. كذلك الأمر إلى أمراض بدأت تنتشر في المنطقة، وأيضا نتحدث بأن الصداع، وأيضا كثير من الأمور التي قد شاهدناها سابقا في مضايا، وأيضا شاهدناها في حمص قديمة، حصار حمص قديمة، هي تعود من جديد على نفس الخطى، نفس السيناريو، نفس الطريق الذي اتبعه النظام من سياسة التجويع لأخضاع الناس. أنا أشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات من حمص الناشط الإعلامي ببرس تلالاوي. عمر الشغري شاب سوري من بانياس اعتقل في 11 فرعا أمنيا ونجا بإعجوبة بسبب بيت الشعر كتبه وهو في سوريا. يروي الأخبار الآن ما عناه ورآه في دهاليز أقبية معتقلات الأسد، ضمن الجزء الأول من اللقاء الذي أجريناه معه عبر سكايب من السويد، حيث لجأ بعد خروجه من أقبية المعتقلات. اسمي عمر أحمد الشغري من بانياس من قرية البيضاء. تم اعتقالي تاريخ 16/11/2012. طبعا هو كان شيء اسمه موت أحمر، قتل قتل قتل، حتى صاروا ضمن التحقيق. أنا طبعا تحقيقي كان عبارة عن فقط حوالي الساعة، هاي الساعة تم تعذيب بشكل مبرح فيها، وبدنا إياك تعترف على أنك مسلح وقاتل ضباط، وهذا شيء ما كان فيه بهذيك الأيام أنه سلاح، ما كان في شيء اسمه قتل ضباط. يلي تلتها كانت بسبب موضوع، أنا عندي هواية بكتابة شعر، فبدأت بكتابة أبيات عن الثورة. فكان أول شيء كتبته: أركلوا ذل العدو بكرامة وصدوا رصاصه بكشف الصدور،
وانحروا الأسد كنحر دجاجة وصبوا غضبكم كبركان يثور. تم اعتقالي تاريخ 16/11/2012 من بيت خالتي. طبعا كنت رايح لعند استاذ الرياضيات، انا طالب بكالوريا، كنت طالب بكالوريا علمي، كنت رايح لعند الاستاذ عند التسميع، فكتبي كانت عند بيت خالتي كوني كنت ساكن عند بيت خالتي قبل بيومين. ف طحش الامن على بيت خالتي، كان موجود ولاد خالتي اثنين شباب وبنت خالتي وولد صغير، فاخذوا ولاد خالتي بشير ورشاد وراحت الدوريه. طبعا شافوا هويتي وشافوا كل شيء وقالوا لي انه خلص روح لا بقى ترجع لهم، بس ما فتشوا البيت، انا كنت شاهد ما فتشوا شيء. فرحت انا مشيت مع الدوريه وبنت خالتي ضلت بالبيت، حطيت ببالي موضوع انه بدنا يرجعوا على البيت وبنت خالتي البيت لحالها. فبالنسبه لنا العرض فهو شيء مهم وشيء اساسي، ترخص الروح ماله. فرجعت انا مشان بنت خالتي، وكنت حاط ببالي احتمال رجعت، لكن مو بهالسرعه، رجعوا بسرعه مباشره وراي قالوا لي تعالوا هون، دوريه مشترك من الافرع الاربعه الموجودين. اخذوني انا وبشير ورشاد ونور على مفرسه الامن العسكري ببانياس. بالترتيب الاماكن اللي يعني رحت عليها هي مفرسه الامن العسكري ببانياس، تلاها الامن العسكري بطرطوس، بعدين الشرطه العسكريه بطرطوس، بعدين الشرطه العسكريه بحمص البالوني، بعدين الشرطه العسكريه بالقابون، بعدين الابنيه الاداريه بالقابون، بعدين تم تحويلنا على فرع 291، تلاه فرع 215، بعدين فرع 248، ورجعنا على القابون، بعدين على صيدنايا، ومن صيدنايا بعد 25 يوم رجعت على المحكمه، بالمحكمه 3 4 ايام بالقابون، كانت محكمه سخيفه جدا، بعدين تم ارجعي الى صيدنايا، وحتى طلعت من صيدنايا، كانت نهايه المسار عندي من صيدنايا، طلعت من ابواب صيدنايا. ما في سبب لاعتقالي، كانت بانياس بهذيك الفتره انه ما خلص شيء جيد بالنسبه للافرع الامنيه، تفريغ بانياس من الشباب، تفريغ بانياس من الفئه اللي ممكن تتحرك، الفئه اللي ممكن تقول تحكي تقول لا، هذا شيء اساسي بالنسبه للنظام وللافرع الامنيه، تفريغ المنطقه من الشباب. تجربه الاعتقال الصعبه وهي الاخيره يلي عشتها انا، بدت من الامن العسكري ببانياس المفرزه. طبعا كان الامر بعد فتره من قتل العقيد المسؤول عن مفرزة الأمن العسكري ببانياس، فأخذونا عليه وكان لسه في حقد كبير، ففرغوا فينا الطاقة اللي عندهم، وكان تعذيب مرير، لكن كان لمدة حوالي 4 ساعات، بعدين تم التحويل لطرطوس. فرع طرطوس هذا الشيء اللي نحن كنا خايفين منه، لأنه الصيت بيسبق كل شيء، ونحن بنعرف شو الأخبار، شو فرع طرطوس، سمعانين عنه كثير. يحيي العالم اليوم العالمي للأسرة تحت شعار الأسر والحياة الصحية والمستقبل المستدام، ولا يخفى على أحد حجم المآسي الكبيرة التي تتعرض لها الأسر السورية في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد، فنجم عنها أحوال معيشية صعبة أدت إلى دمار المجتمع السوري. عصفت الحرب السورية بالحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية في المجتمع، ولا تخفى على أحد المآسي الكبيرة التي تعانيها الأسر السورية في الأزمة التي تشهدها البلاد، سواء من حيث التهجير أو البطالة أو صعوبة الحالة الإنسانية وفقدان الخدمات الصحية وغلاء الأسعار وغيرها. لقد أضرت الحرب بالأسر السورية كثيراً، فنجم منها أحوال معيشية صعبة أدت إلى دمار المجتمع السوري وفرقت الأسر السورية، بعد أن أسهمت الأزمة في سوريا منذ آذار مارس لسنة 2011 في تهجير ملايين السوريين، مسببة أزمة إنسانية كبيرة أدت إلى تفكيك العائلات السورية ووصول الحالة المادية لمعظم الأسر السورية إلى ما تحت خط الفقر العالمي، الذي أدى بدوره إلى ترد واضح في الحالة المعيشية والطبية والاجتماعية للأسر كلها نتيجة الأزمة التي دمرت البشر قبل الحجر. فقد أظهرت آخر الدراسات الاقتصادية العالمية المتخصصة في هذا المجال أن الأسرة السورية المتوسطة والمؤلفة من 5 أفراد تحتاج إلى ما يقل عن 142,500 ليرة سورية لتبقى على خط الفقر العالمي، وذلك وفقاً لمعايير الفقر العالمية التي حددها البنك الدولي.
الأزمة السورية مستمرة في حصد آلاف الأرواح، مخلفة أزمات إنسانية مرعبة، منها أزمة اللجوء عبر المتوسط نحو أوروبا، إذ تشير التقديرات إلى نزوح نصف سكان سوريا في سنة 2015، أي قرابة 11 مليون سوري، معظمهم شردوا في وطنهم، مع قرابة 4,400,000 هربوا من بلدهم ودخلوا سجلات اللاجئين في مختلف دول العالم، فضلاً عن 1.5 مليون غير مسجلين. أتحدث أكثر عن هذا الموضوع ومعي من غازي عينتاب عبر سكايب الباحثة الاجتماعية سيدة كبرياء السعور. مساء الخير، أهلا بك معنا سيدة كبرياء. بيوم الأسرة العالمي وبظل التشتت الكبير للأسر الذي نشهده خاصة في سوريا، ماذا يمكن أن يقال؟ في يوم الأسر، يعني حضرتك بدأتي تحكي عن اللجوء، تعد مشكلة اللجوء السوري مثل ما وصفتها المفوضية السامية للأمم المتحدة أنه أكبر موجة لجوء بالعصر الراهن وأكبر حالة طوارئ إنسانية. فهناك عشرات والمشكلات والقصص والحكايات والتحديات اللي بتواجهها العائلات في دول اللجوء. فهي بعد ما أول مشكلة بتعانيها بعد ما تتجاوز صدمة اللجوء هي التعامل مع الخيارات لا تستمر بالحياة والمشكلات اللي عم تواجهها العائلات. يعني نصف اللاجئين هم أطفال. أول مشكلة من المشكلات هي مشكلات التعليم، ما في مدارس، مشكلات الصحة ومشكلة العمل ومشكلة الواقع الاقتصادي. فإذا بيحكي لك عن القصص التي بنقابلها يوميا، سيدي شاهدتها في مفوضية اللاجئين في غازي عنتاب، شابة يعني عمرها بال 24 سنة، لكن إذا رأيتيها بتظني إنه عمرها أكثر، يعني من 40 عام. هي تعمل 12 ساعة يوميا، عمل كثير فيه سيدات ونساء، يعني فقدوا المعيل وفقدوا أسرتهم وفقدوا مصدر الرزق، وبالتالي اضطروا النساء إنه يقوموا بأعمال ما عندهم مهارات، هن ما كانوا عندهم إمكانيات يعني يعملوا، هلا مضطرين يشتغلوا بأي عمل وبظروف صعبة بدون حماية بأجر متدني. فهي السيدة حدثتني تشتغل 12 ساعة يوميا، قالت لي مشان أمن السكر والأكل، يعني الحمد لله بس طعام للعيلة، يعني طبعا عم تسكن بشروط إنسانية كثير صعبة، ما في تدفئة. وقت لي شفتها أنا بالشتوية، إضافة إنه هي السيدة لديها مرض بالكلى وتحتاج إلى علاج وما قادرة توصل لهذا العلاج لأنه بيتطلب نفقات كثيرة. لديها 4 أطفال خارج التعليم. السيدة الثانية اللي قابلتها اضطرت أنه تعيل أسرتها، نزحت من مدينة حلب وهي 6 بيت، يعني ما كانت تعمل بحلب، اضطرت هون أنه تشتغل بائعة تبيع خبز. هي تجول مدينة عنتاب كلها من منزل إلى منزل لكي تبيع الخبز من أجل تحصل على بعض الليرات مشان تعيل أولادها. لديها شابين لكن من ذوي الاحتياجات، هن بحاجة لرعاية وذوي الاحتياجات. الحقيقة بأزمة اللجوء واجهوا مشكلة كثير كبيرة ومضاعفة، غياب المراكز والرعاية. فهي السيدة فوق كل هذا الضغط، الضغوط العمل والعبء النفسي اللي عم تواجهه مؤخرا، لديها ابنها بحلب وقتل، في سقط برميل على المنزل واستشهد. فهناك عشرات القصص المأساوية المؤلمة. غير هذا القصة هناك ماذا يمكن أن تخبرينا عن قصص أخرى أيضا أثرت فيك وتلخص ما نتحدث عنه اليوم؟ تفضلي سيدة كبرياء. أنا بس بدي أقول إذا تسمحي لي أنه أيضا رغم الوجه المؤلم للمأساة السورية والظروف الصعبة اللي وجدت فيها الأسر السورية اللي حرمت من مواردها الاقتصادية واللي انحرمت من شبكات الأمان، كل هاي الظروف، في هناك وجه إيجابي. النساء اللي اضطروا يعيلوا أسرهم صار عندهم مبادرات، عم يعملوا مشاريع. يعني قابلت سيدة عملت مشروع، هي بدأت تطبخ الطعام وتصنع الطعام وتبيعه الآن، يعني لديها مشروع صغير وهي تعيل عائلتها. فليس وتحول دور المرأة هون، مو بس نساء سوريات، مو بس أن يرفضوا أن يكونوا ضحايا
هن فاعلات وعم يبحثوا عن حلول انه يعيلوا انفسهم وانه يطوروا حالهم يصبحوا صاحبين قرار حتى بعائلاتهم، وهذا وجه ايجابي. يمكن في احكي لك قصه سيده نزحت من دمشق، اضطرت انه تنزح من دمشق الى الاردن مع جزء من عائلتها. وهي عالقه في الاردن وبقيه افراد عائلتها، بنتها موجوده بسوريا وابنها موجود بتركيا. للاسف هي لا تستطيع ان تزورهم، بتقول انا ما بعرف اذا بصح لي اشوفهم لانه ما بتقدر تطلع على تركيا، بتعرف القوانين اللي عم تعيق حركه اللاجئين. وبالتالي هذا حال العديد من الاسر اللي تشتتت وتفككت. وكما ذكرت يعني هي ليست فقط معاناة، في معاناة التهجير، في معاناة تأمين القوت، وفي معاناة أيضا أخرى، هذا إذا لجأوا سويا. يعني كما قلت في البعض لا تنزح مع عائلتها بالكامل، وهذه معاناة أخرى أيضا. أنا أشكرك جزيلا، انتهى وقتنا سيدة كبرياء. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. من غازي عنتاب الباحثة الاجتماعية السيدة كبرياء الساعور. باقونا معكم مشاهدينا لنتابع بعد الفاصل. بالرغم من إمكانياتهم المحدودة، أعمال فنية لشباب الغوطة الشرقية. أحييكم من جديد. بإمكانيات ومعدات محدودة نجح كثير من الشباب السوري في خوض غمار العمل الإعلامي بمختلف مجالاته، بدءا من التغطية الإعلامية للثورة وضحاياها، وانتهاء بإنتاج أعمال درامية وكوميدية تسلط الضوء على الحياة اليومية للسوريين في ظل الثورة. وفي ريف دمشق بدأ فريق من شباب سوريا بإنتاج أعمال فنية ترصد الحياة اليومية لهم في إطار كوميدي، ما حدا بها للانتشار الواسع. المزيد في تقرير مراسلنا جواد العربيني. لك شبك نات علي هزاجة بإيدك، شو عم تدور؟ عم دور على مخرج لهالأزمة اللي نحن فيها. بمقاطع مصورة مضحكة وساخرة، قرر هؤلاء الشبان إيصال أوجاعهم وآمالهم من خلال مشاهد تمثيلية مضحكة تحاكي واقعهم المعاش كل يوم. نحن بلشنا فيها الفكرة، كنا مجموعة هواة يعني ما لنا محترفين، فبلشنا فيها يعني قدرنا ننجز شيء بسيط، قدرنا نساوي بعض المعدات اللي هي مثل الشاريو، قدرنا انه نشتغله هون بشغلات بسيطة يعني، قدر تقريبا يحقق حوالي يعني 50% فينا نقول كجودة، يعني كجودة عمل، يعني عم نحاول انه نشتغل بالشيء المتوفر لحتى نقدر نصنع دراما جيدة. اخوك بهالاشتباكات نازل على ابوه. قصدك هي الاشتباكات؟ ايوه هي العلقة. واخي لمحه لاخوك. دخلك اخوك اوصه لاخي شيء؟ هلا اخي لمحه لاخوك واوصه بس ما صابه. قل له بلكي المرة الجاية بصيبه. سيجارة هو الاسم الذي اختاره هؤلاء الشبان لبرنامجهم الذي يحكي قصة شابين يناقشان ما يحصل في سوريا عامة وغوطة دمشق خاصة من خلال حوار يتخطى جميع الحواجز وبأسلوب لا يخلو من روح الفكاهة. شلون عرف أخوك أنه أخي هو نفسه مع أنه متلتين؟ هذا يا سيدي بتتذكر الكنزة البيضة المقلمة بأزرق؟ هاي الكنزة جاب له اياها اخي لاخوك لما تصاوب بمعركة جوبر، معركة رص الصفوف. عرفتها؟ ايه تذكرتها. ايه كان لابسها. صراحة هذا العمل هو عم نحاول من خلاله انه نتخطى كل الحواجز اللي عم نشتغل عليها من خلال تناول افكار جوهرية ربما هي واقع عم نعيشه، لنوصلها بالطريقة الصحيحة لكل الناس. نناقش قضايا على مستوى الثورة السورية بشكل كامل، عم نعيشها كل يوم بحياتنا وبواقعنا، عم نحاول نقدم شيء متميز، شيء جديد للناس، عمل درامي ربما بسيط ولكن من خلاله بنقدر نوصل رسالة واضحة لكل الشرائح الموجودة. هلا نحن بالغوطة
كل مين له طريقته بنقل الصورة بتجسيد الواقع اللي عم يشوفه. فنحن كشباب لقينا أضبط شيء أو هذا الشيء اللي شفناه إنه نوصل نجسد الواقع اللي نحن عايشينه عن طريق الدراما والتمثيل. طبعا هي تجربة جديدة علينا فلذلك عم نلاقي شوية صعوبة يعني فيها، بس قدر الإمكان يعني الحمد لله في موهبة وعم نحاول إنه ننميها ونوصل صورة الواقع اللي نحن عايشينه بهالطريقة هاي. تشهد هذه المشاهد المصورة أو كما تعرف بالسكتشات انتشارا متزايدا في أوساط الثورة السورية، إذ يجد فيها الشباب السوري متنفسا للتعبير عما يمرون به من ضغوط الحرب والحصار والدمار. جواد الأربيني، أخبار الآن، ريف دمشق. بعد أيام من إعلان باحثين أمريكيين التوصل إلى لقاح للملاريا، نجح علماء آخرون في الولايات المتحدة الأمريكية في ابتكار جهاز للكشف عن الملاريا من خلال التنفس، على أمل أن يكون الجهاز الجديد بديلا اقتصاديا عن فحوصات الدم. التفاصيل في سياق التقرير التالي. جهاز يعمل تماما مثل جهاز اختبار نسبة الكحول في الجسم عند السياقة، وسيكون جهازا مناسبا للموارد المحدودة، كما أنه لن يتطلب مراقبا أو مختصا لاستخدامه. هو ابتكار أمريكي جديد يعمل على تحليل الهواء الخارج من الرئتين لتحديد ما إذا كان الشخص مصابا بالملاريا، حيث تبين أن لطفيليات الملاريا رائحة مميزة بفضل مواد كيميائية تدعى بالتربينيس. العلماء أوضحوا أنه عند وجود هذه الأنواع من المركبات فإنها تصل إلى الرئتين وتخرج أثناء الزفير، وهو ما أكده علماء في ملاوي في دراسة تجريبية، حيث تمكنوا من تحديد وتشخيص الملاريا بدقة نسبتها 100% في زفير الأطفال. الاكتشاف الجديد يأتي بعد أيام من توصل باحثين أمريكيين إلى لقاح يقي من الإصابة بالملاريا مدة أكثر من سنة، في خطوة لمواجهة المرض الذي يهدد نصف سكان العالم ويقتل طفلا في أفريقيا كل دقيقة. فريق البحث أضاف أن نتائج المرحلة الأولى من التجارب السريرية على مجموعة من الأصحاء كشفت أن اللقاح الجديد الذي يطلق عليه اسم PFS-PZ لا يحصن الناس من المرض أكثر من عام فحسب، بل يضمن أيضا أنهم لن ينقلوا الطفيلي إلى البعوض ومن ثم يحد من انتشار المرض. وفي معظم الحالات يمر طفيلي الملاريا أولا من الإنسان المصاب إلى بعوض أنوفيليس في كل مرة يأخذ فيها البعوض وجبة من الدم، ثم يتم تمرير المرض من البعوض إلى إنسان آخر عن طريق لعاب البعوض، إلى أن فريق البحث قال إن اللقاح كسر هذه الحلقة المفرغة. النتائج الحديثة أظهرت أن 55% من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ثم تعرضوا للدغات البعوض الحامل للمرض وفر لهم اللقاح حماية من المرض مدة وصلت إلى سنة. ووجد الباحثون أن تعاطي اللقاح بالحقن عن طريق الوريد وفر حماية أفضل من الحقن العضلي سواء على المدى القصير أو الطويل. حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف من القاهرة الدكتورة هدى يوسف محمد عطا، منسقة الملاريا والأيدز والأمراض المدارية في منظمة الصحة العالمية إقليم شرق المتوسط. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتورة هدى. بداية اليوم، كيف تنظرون لهكذا تقدم، نتحدث عن لقاح جديد يحصن من الملاريا لأكثر من عام والكشف عن طريق التنفس، كيف تنظرون لهكذا خطوة تحرز؟ مساء الخير. مشكلة الملاريا ما زالت مشكلة عالمية، ما زال حوالي 3 بليون شخص يتعرض لمرض الملاريا، أغلبيتهم في القارة الإفريقية وفي جنوب أمريكا وفي جنوب آسيا. ما زال بلدان الإقليم عندنا في حوالي 6 بلدان بتعاني من مرض الملاريا بشكل شديد. التجارب الموجودة حاليا في فحوصات الملاريا الجديدة وفي التطعيمات ما زالت قائمة. إلى الآن منظمة الصحة العالمية بتعتبر فاكسين اللي هو اسمه RTSS، هو ده أول تطعيم بيدخل مرحلة بيدخل مراحل الأخيرة من الاختبار اللي احنا بنسميها مرحلة 3، وده الفاكسين اللي اتعمل بالشراكه مع جلاكسي سميث كلاين ومع شراكه مبادره تطعيمات الملاريا. نعم. وفاندد جيتس فاونديشن.
الفاكسين ده بيعتبر في مرحلة متقدمة من التجارب، لأن الفاكسين الوحيد اللي منظمة الصحة العالمية حديثا أصدرت فيه توصيات إن هو ممكن يستخدم في بعض البلدان الإحتياطية على نطاق بنسميه البايلوت، اللي هو إدخاله في مرحلة التنفيذ. هو بيحمي الأطفال من حدوث الملاريا الإكلينيكية ومن تطور الملاريا لو حدثت إلى الملاريا الوخيمة أو الوفاة. فده اللي احنا بنوصي بان هو يتعطى وعلى نطاق ضيق في بعض الدول. هذا الجهاز اليوم الذي نتحدث عنه واللي اكتشفه علماء بالولايات المتحدة الأمريكية للكشف عن الملاريا من خلال التنفس، إلى أي درجة سيكون عمليا وما إيجابياته؟ يعني نتحدث اليوم عن بديل اقتصادي لفحوصات الدم كما أوردنا بخبرنا. الحقيقه ان العالم كله بيطمح ان احنا نستأصل الملاريا من العالم، وده هيتطلب باستمرار اختراعات جديده في مجال الفحص بالذات، لان الفحص بيمثل عائق في برامج الملاريا في بعض البلدان. في بلدان الاقليم بتاعنا 30% بس من حالات الملاريا بتتفحص، وغير كده بتتعالج على اساس حمى، والحمى دي طبعا ممكن تبقى لاي سبب ثاني، ممكن تبقى نتيجه حمى الضنك، ممكن اسباب اخرى. الفحص ده شيء ضروري جدا، والاستثمار في التجارب وفي الابحاث. طيب دكتوره هدى، فيما يتعلق بجهودكم اليوم، ما ابرز تحدي تواجهونه؟ يعني عندما لا نتحدث عن تقدم وعن رقم اقل مقارنه بالسنوات السابقه فيما يتعلق بحالات الملاريا والوفيات بسببها، ما التحدي الابرز امامكم؟ هو عشان نقول ان الاهداف التنمويه حصل في ال 15 عام الماضي في تقدم في بلدان الاقليم. انا ممكن اقول لك ان في بلدان قضت على الملاريا تماما زي سوريا والعراق وعمان وافغانستان، قللت معدلات الاصابه، السعوديه حالات بسيطه جدا على الحدود، ففي تقدم في الاقليم بتاعنا. بترتكز المشاكل كلها في البلدان اللي الى حد ما مستوى الاقتصادي بتاعها ضعيف، وفيها مشاكل كتير هي ضعف النظام الصحي ان هو يوفر العلاج والتشخيص للاماكن اللي بيحتاجوها، لان الملاريا دايما بتحصل في الاماكن الفقيره، في الاماكن دايما السكان اللي بينتقلوا بنسميهم بين اللاجئين. فدول بيبقى لهم متطلبات في الوصول الى الصحه لهم. للاسف معظم الانظمه في البلدان دي ما بتقدرش توصل الوقايه والعلاج والتشفي لهؤلاء. طيب انا اشكرك جزيلا، هذه من ابرز تحديات. اعذروني على المقاطعه، انتهى وقتنا. من القاهره دكتوره هدى يوسف محمد عطا، منسقه الملاريا والايدز والامراض المداريه في منظمه الصحه العالميه اقليم شرق المتوسط. اعربت الفتاه السودانيه عرفات ابكر التي تبلغ 22 عاما عن فخرها بنفسها لاقتحامها حلبات الملاكمه في بلد اقتصرت فيه اللعبه على الرجال. وسبق لعرفات ان مثلت السودان في عده بطولات افريقيه في حمل الاثقال قبل أن تهجر تلك الرياضة وتبدأ ممارسة الملاكمة العام الماضي. المجتمع يعني بينظر لك كأنه أنت شاس كده، بالذات لما تختار منشط زي الملاكمة مثلا، يقول لك لو في الشارع سالك بتلعب شنو؟ قلت ملاكمة. واو يا أخي، شوفي طايرة، شوفي كرة تنس كده، لعبة مسلية وبتحس فيها إنك يعني قوي جدا. من ضمن الأسباب اللي خلتني أخدها يعني دفاع عن النفس. فتلاقي كتير بيتكلموا عن المرأة ضعيفة ضعيفة، فإحنا دارين نصغر جانب يعني المرأة بتقدر حتى في كل الرياضات الخشنة ممكن تتحمل. شاركت في بطولات محلية وبطولات إفريقية في الكونغو، إن شاء الله مستعدين لأي بطولات جاية نحقق فيها نتائج كويسة بالنسبة للسودان. شغالين تمارين وحنكثف التمارين إن شاء الله. دائما للمزيد يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، ويمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر. يمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في الموقع ذاته. أشكركم على المتابعة مشاهدينا، وأدعوكم لمتابعة زميل أحمد الرحاوي 12 بتوقيت السعودية.